هاد الصباح الحصيصه فيها 5000 درهم ان شاء الله، اللي غادي يديها بصحه وراحه، اللي ما غاديش يديها غتزاد عليها 1000 درهم. غدا الصباح ان شاء الله الحصيصه ديالنا فيها 6000 درهم. سته ديال الارقام اللي معانا في هاد الصباح نرجع نذكركم فيهم بالزربه هما 10 10 19 22 23 24 39 39 4 ديال المشاركين، اربعه ديال لي كونديدا هاد الصباح. أيه. واش كلهم عيالات؟ واش رجال وعيالات؟ واش عيالات بوحدهم ورجال بوحدهم؟ هادشي اللي نشوفوا هاد الصباح. هادي هي شكون؟ عصام من الرباط. اذا كاين العنصر الرجالي حاضر. عصام عصام صباح الخير. صباح النور. صباح عليكم خويا. صباح الخير الناس ديال الرباط. بارك الله فيك اسيدي. اذا انت يا كتلعب هاد الصباح هذا بالتوني ديال الغابه، واش غابه فيل ولا غابه اكاديل؟ اكدال اكاديل اكدال غابه فيل. لا لا غابة فيل. دابا خويا عصام عندك 33 عام، واش كاين شي زهر ولا والو؟ شويه كاع شحال البركه؟ كاين شي هاد البركه. شحال النسبه كاع في المية؟ نقدر نقول شي 60% جوج. 60% زوينه. يلا عطينا جوج ديال النميرات عادي. عصام يلا قلنا 23 و24. خليك معنا عصام ما تقطعش، خليك في الاستماع. لبنى صباح النور من سلا. لبنى واش انت سريعه ولا ما سريعاش؟ سريعه. خلي لي الضحكه. مرحبا بك، وبغيت شي ارقام تكون سريعه. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح النور عليك. والارقام اللي كنختارها الصباح هي 10 19. 10 19 وانت شحال الرقم ديالك؟ فلاج؟ بلاج 42 سنة. العمر كله ليك ان شاء الله. غادي ناخذوا علي من اسفي 28 سنة. علي يا علي يا علي. ما معناش علي، واحد ناخذوا رشيدة. رشيدة رشيدة من الدار البيضاء. رشيدة صباح النور. صباح الخير سيدي. صباح النور رشيدة، مرحبا بك معنا على اصوات. لاباس عليكم بخير. الله يبارك فيك. مرحبا لاله رشيدة. الله يسامحك. الله يسامحك. الحمد لله. ماشي مشكل انا تقولي لي اختي، حيت دائما. لا انت خويا. لا لا هو في واحد الاخت الداخل. هو عنده انثى الداخل ديالو. لا كيقول المثل داخل كل رجل امراه. انا عمر خويا. الله يحفظك. سيدي عمر خويا بحال شي فيلم. سيدي عمر خويا. سيدي عمر خويا. ولا شي مخرج. شي مخرج فيلم اللي سيدي عمر خويا. مرحبا بك لاله رشيده. مرحبا. رشيده شحال في عمرك؟ 40 سنة. تعطينا النميرات رشيده؟ 10 19. 10 بحال لبنى. 19 بحال لبنى. سيدي محمد. سيدي محمد في عمره 32 سنة. سيدي محمد صباح الخير. صباح النور هانية. وصباح النور خويا عمر. صباح الخير زكريا. صباح الخير لكل مستمعين محمد اوفياء البرامج اذاعة راديو اصوات. الله الله الله. معكم مراسلنا محمد. بالنسبة للارقام انا تنختار ضربة حظ كل شيء على الله، غنختار رقم 10 و22. 10 و22. 10 ضربة. اذا عصام 10 و22. عصام 23 24. لبنى 10 19. رشيدة 10 19. ومحمد 10 22. والحصيصة فيها 5000 درهم هاد الصباح. واش غادي تمشي ولا ما غاديش تمشي؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه معاكم انتم مستمعين. عاودي الارقام اللي كاينه. بغيت نلعب الارقام اللي كاينه. كاينه 10 19 22 23 24 39 22 39. انا قيدوها. الوغ دونك عمر 22 39 39. يا نشوفوا شنو غادي يدير في هاد الصباح. يلاه سير. شوف صاحب على بركة الله نحلوا الحصيصة ديالنا. ناري دبرتوا عليها 5000 درهم. ربح ربح ربح. 5000 درهم مستمعينا، قسيمة شراء مهندات من طرف راديو الصوات. أفخباكم هذا النهار أنا وفرفر لاعبين. سويرتي مولانا. فرفر كيقول حصيصة مزيان معنا. فرفر كيقول 23 24. أنا شكون بحال عصام؟ أنت كتقول 22 39. ها هما بجوج. ها هما بجوج غادي يمشيو عند دبرتوا عليها الأيادي ديال هانية. شكرا لك يا صديقي. مرحبا. ناري دبرتوا عليها. هاتي 5000 درهم. ما تعتقش معاهم هذه المرة. اوكي الرقم الأول كاين. كاين الرقم كاين. كاين عندي. الله أعلم. تسير. ما تقوليش لي ما تقوليش لي. ما نقولش لي. ولا لا. ولا لي. مربوحة. هي وجهها ليا باين. باين المسلمين تعرفوا الأرقام ديال هذا الصباح. شي موجه. شارك في مسابقة لوطو أنت وزهرك واختار زوج الأرقام من 6 مع لوطو. راه ما تبرع أنت واللي عزيز عليك. اليا نصيب الوطني متعة وتضامن.
مستمعين هذا الصباح تواصلت معنا لبنى، رشيدة، عصام وسي محمد، كل واحد فيهم عطاونا جوج ديال الارقام، ولكن الارقام اللي طلعوا معنا في السحب هذا الصباح هبطنا النقطه نزيدنا هبطه ولا بركه ردي فصيله. الارقام هما 23 39 للاسف ما كاينينش. قلتي 22 قلتها مستمعينا. الحصيصه غدا صباحا فيها 6000 درهم ان شاء الله، غتزاد 1000 درهم وحده اخرى غادي نتلعبوا عليها انتم مستمعينا، ونفس الارقام ديال هذا النهار.